ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد حب سعيد عليكم يا رب. ولازم ما فوتش اللحظة دي غير لما اقول لكم كل سنة وانتم حبايب قلبي جيجي. وادي قلبي جيجي اهو، النهاردة عملت لكم كيكاية او التورتاية بتاعة عيد الحب، اقتصادية جدا جدا جدا، حاجة كده تقومي تعمليها في 5 دقايق وبجد هتعجبكم جدا جدا. وزي ما قلت لكم قبل كده هبهركم، يعني هبهركم. يلا بينا نروح مع بعض نشوف المقادير والطريقة علشان مش هتبطلي تعمليها. يلا بينا حبايب قلبي جيجي. ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكه حلوه قوي، هنعملها بتاعه الفالنتين. كل سنه وانتم طيبين، ما اقدرش اعدي اي مناسبه غير لازم ان انا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ومنورين عمري ومنورين حياتي كمان. حاجه كده بسيطه بقى نحلي بقنا بيها بمناسبه عيد الحب. تعالوا بقى نشوف معانا كده المقادير بتاعتنا والطريقه. بص بقى، المقادير معايا كوبايه مليانه من اللبن، لبن عادي خالص من الثلاجه، معايا كوبايتين دقيق، اهم حاجه الكوبايات بتاعتك موحدة، معايا كوبايتين من الدقيق، كوباية من اللبن، كوباية من السكر، دول كده أهم حاجة موحدين مع بعض. ومن نفس المفروض الكوباية دي نصها زيت، فأنا عايرت نصها طلع لي نصها الزيت، حطيته في الكوباية دي، يبقى معانا نص كوباية زيت. معايا كمان 4 بيضات، معايا هنا اهو معلقة كبيرة مليانة فانيليا بيكنج باودر، ده بيكنج باودر، باكو بيكنج باودر، معايا معلقة صغيرة من الفانيليا، معايا معلقة كبيرة مليانة من النشا، هي دي. وقلنا على ال4 بيضات، معايا كمان هعملها عشان هعملها لونها احمر، وهتبقى كمان يعني مش لون بس، لا لون وطعم. هحط لها الاصانس اللي هو بتاع الفراوله ده. على فكره يا جماعه الاصانسات دي ما فيهاش اي مواد حافظه، ما فيهاش اي حاجه، دي بتبقى عباره عن الزيوت بتاعه الفاكهه، زيت الفاكهه نفسه. على فكره بتبقى غاليه جدا، يعني بتعدي ال100 وال200، يعني بتبقى غاليه. بس انا بجيب، بقول لكم كده زي ما بقول لكم كده، بجيب حبه صغيرين، الحبه الصغيرين زي دول كده اهو، كنت جايبهم ب5 جنيه. بتجيبيهم منين يا جيجي؟ بجيبها من عند بتوع مستلزمات الحلويات. ومعايا كمان الالوان الجل بتاعتنا اهي، دي الوان الجل، الالوان دي برضو الوان طبيعيه مصرح بيها من وزاره الصحه، مفيهاش اي حاجه، بنستعملها في الحلويات، حاجه كده يعني من الاخر ضمان وامان، علشان طبعا ولادنا هم اللي بياكلوا. المهم بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد كل المواد السايله بتاعتنا، يعني دلوقتي انا معايا البيض، هجيب كده معايا كل البول اهو كده اهو، حطيت هنا اهو ال4 بيضات بالشكل ده، وهحط، طالما حطيتي البيض يبقى لازم تحطي فانيليا على طول اهو بالشكل ده، وهحط كمان نص الكوبايه اللي هي بتاعت الزيت بالشكل ده، وهحط كوبايه اللبن اهو، ادي كوبايه اللبن، وكمان هحط معاهم كوبايه السكر اهي كده اهو بالشكل ده اهو، تمام قوي بس كده اهو. دول بقى هاخدهم اضربهم كويس جدا جدا في الخلاط، هضربهم كويس قوي، وبعد كده نرجع نشوف هنكمل مع بعض بقى الحاجة بتاعتنا ازاي. اهو كده اهو خفاض، يعني ضربته جامد جدا جدا في الخلاط اهو، زي ما انتم شايفين دخله هوا كويس جدا، اتضرب اكتر من مرة، عامل فوران كده ورغاوي، يبقى هو تمام قوي كده اهو. تمام، عايزه اقول لكم كمان ان انا ولعت الفرن على درجه حراره 180 عشان تبقوا معايا كده مركزين. دلوقتي بقى انا جبت الطبق بتاعي اهو، هحط كوبايتين الدقيق اهو كده اهو بالشكل ده، وهنزل عليهم بمعلقه النشا. معلقه النشا يا جماعه مهمه جدا جدا في المعجنات، في اي كيكه، في اي معجين، في اي حاجه، لان هي بتديكي طراوه وهشاشه للعجينه بتاعتك او للكيكه بتاعتك رهيبه. انا حطيت كمان المعلقه الكبيره من البيكنج باودر، هقلب بقى كده اهو، دول ادخل لهم هوا برده كويس قوي. عشان الكيكه بتاعتك ما تبقاش مكتومه، وطبعا الدقيق انا نخلاه قبل كده، ولازم في الكيكات تستخدمي الدقيق اللي هو مش الدقيق القوي، اللي هو دقيق اللي هو البسكوتات والكيكات والحاجات دي. هننزل بقى بالخليط بتاعنا اهو كده اهو، كله كده مره واحده، انزلي بيه مره واحده بس. بقى قبل ما اقلب احط بقى الاضافات اللي هي ايه، النكهه بتاعت الفراوله دي، علشان وانا بقلب تاخد الطعم كويس اهي. حطيت بالظبط بتاع 1/4 معلقة صغيرة، ما تزوديش منها لان هي بتمرر.
واحط بقى من اللون اللي هو الالوان الجيلي ده، هحط نقطتين اهو، ادي نقطة وادي نقطة. هو بيبقى قوي كده شوية، الالوان الجيلي دي بتبقى قوية كده شوية، بس كده هنقلب بقى كويس قوي قوي اهو. هفضل كده اهو بقى اقلب كويس كويس كويس، وبعد كده ارجع اوريكم بقى القوام بتاعي في الاخر يبقى شكله عامل ازاي. بصوا بقى انا كده قلبتها كويس قوي اهو كده، بصوا ده القوام بقى اللي انا عايزاه اهو كده اهو بالشكل ده. بصي القوام بتاعك خفيف ومش تقيل قوي. بصوا بقى ناس هتسألني، طب انا ما عنديش يا جيجي القصنص بتاع الفراولة ده، وعايزة اعمل كيكة زي كده وعايزاها بتعمل فراولة، هقول لك هتعملي ايه. بصي هتشيلي كوباية اللبن اللي احنا حطيناها، هتستبدليها بمعلقتين كبار من اللبن البودر. هتحطي اللبن البودر معاكي في الخلاط مع الحاجة السايلة، او تحطيها مع المواد الجافة مفيش اي مشكلة. بالنسبة بقى لكوباية اللبن، هنعملها كوباية عصير فراولة. هناخدها كده هنضربي بقى الفراولة بتاعتك خام طبعا في الخلاط، بس اهم حاجة ان انا عايزاكي تصفيها بصفاية اللي هي عارفين الصفاية السلك اللي لما بنيجي نعمل نعناع او ينسون او حاجة بتصفي فيها، اهو انا بقى عايزاها كده مش في مصفى، لا في صفاية، علشان يبقى الفراولة بتاعتك تبقى سايلة خالص زي المية. انا هاخد الكوباية اللي هي بتاعت عصير الفراولة دي هستبدلها باللبن، بس اللبن هحطه بودر، كده هيبقى معايا طعم الفراولة الكيكة بالطعم طالما ما عنديش القصمص. تمام، يعني ما فيش مشكلة خالص مع جيجي، خالص 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 كل حاجة نعملها، مفيش حاجة مستحيلة وما فيش اي حاجة، هي كده الكيكة بتاعتي. تمام، هظبط بقى الصينية بتاعتي واجيبها ونصب بقى الخليط بتاعنا ونشوف الدنيا فيها ايه. تعالوا بقى دلوقتي الكيكة اهي خلاص عملت بقى انا عندي هنا الحلة اللي هي بتاعت الترد دي، بحب اعمل فيها برضو الكيكة لان بتظبط معايا. تمام، فانا هعملها الصينية دي كبيرة مقاس 28 اهي وعالية، يعني اوريها لكم اهي، بصي كبيرة وعالية كده اهو. تمام، فانا ايه هنزل بقى بالخليط بتاعي كده اهو بالشكل ده، ومولعة الفرن على درجة حرارة 180 زي ما اتفقنا اهو. هنزل الخليط بتاعي وهدخلها الفرن من تحت، بس محدش يولع فوق وتحت، الكيك بيبقى من تحت بس عشان بياخد وش من فوق وبيبقى عجين من جوه، تسيبيه يطلع مع نفسه واحدة واحدة كده اهو. تمام، هدخلها بقى، بس اهم حاجة مش عايزة حد يمسك الصينية او الحلة ويروح دابيبها، علشان كل الفقاعات وكل الهوا بيروح خالص. دلوقتي بقى انا مولعة الفرن هدخلها، وان شاء الله لما تطلع هوريها لك. بصوا هو ده بقى شكل الكيكه بتاعتي اهي، اول ما طلعت من الفرن اهي، بصوا ناجحه عاليه عاليه جدا اهي اهي، بس سخنه جدا جدا، هستنى بقى تبرد وبعد كده نشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى الكيكه بتاعتي فضيتها من الحله بتاعتي اللي انا كنت حاطاها فيها، طبعا الرخامه نظيفه زي ما احنا متفقين مع بعض اهي. بصي بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بصي بصي كمان من تحت اهي، بصي مستويه خالص اهي. تمام، بصوا بقى انا محضره هنا معايا ده عصير فراوله اهو، بس انا بحط فيه معلقه كبيره مليانه من العسل الابيض اهو كده اهو، بيبقى عامل زي الكمبوت بالظبط. وهنا عملت كريم جانتيه اهو، مقادير الكريم جانتيه عشان يطلع معاكي يعني متماسك وناجح مليون الميه، بتبقى كوبايه الكريم جانتيه بتحطي عليها كوبايتين ميه بس كده، اللي هو بالكريم جانتيه خام ونص كوبايه من السكر البودر. بص بقى انا هقطع الكيكه دي هعملها مثلا 2 او 3 على حسب ما هتعمل معايا، هفتحها كده بالسكينه وبعد كده نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا اهو ده كده شكل الكيكه بعد ما فتحتها من جوه اهي، لونها بينك جميل اهو. بص عملتها 4 طبقات، هعمل بقى ايه دلوقتي، هخلي الطبقه اللي هي دي اللي هي القعر المتساوي دي اللي هي اخر واحده دي، هخليها دي فوق الوش. تمام، وهخلي كل ده من دي بقى اللي هي هشيلها لفوق الوش، وهبتدي من اللي تحت اهي، هبتدي كده اهو مثلا. تمام، من اي حاجه مش مشكله كده اهو. ومعايا بقى العصير بتاعي ده اللي انا عملته بتاع الفراوله ده، وهاخد بقى بالسباتولا بتاعت الفرشه كده اهو، وهعمل ايه عشان الكيكه بتاعتك تبقى طريه معاكي من جوه اهو كده اهو بالشكل ده. تمام، ما تحطيش بس كتير، يعني يا دوبك تسقيها كده وما تزوديش كتير، هي هشه وجميله. بصوا بصوا لونها وهشه وكلها فراغات وجميله ازاي اهي كده اهو. وبعد كده اهو هروح عامله ايه
اهو كده اهو، هنقلها بقى على طبق، وبعد كده نرجع بقى نزوق بقى ونحط بقى الكريم جانتيه بتاعنا كده اهو من فوق كل طبقة وطبقة اهو بشكل عشوائي خالص اهو. بصوا كده اهو، تمام بالشكل ده كده اهو. هكمل انا بقى وبعد كده اكمل كل الطبقات بتاعتي، وبعد كده نشوف بقى هنعمل ايه بقى ان شاء الله في الاخر بعد ما اعمل كل الطبقات بالشكل ده. احط الاول العصير وبعد كده نحط البتاع ده اهو بالشكل ده، احط العصير وبعد كده نروح حاطين الكريم جانتي. هرجع بقى دلوقتي احط كيك تاني فوقيه وهسقيه برضو عصير وبعد كده كريم جانتي لغاية لما اخلص كل الطبقات. بصوا بقى انا بعد ما عملتها كلها، كل اللي انا عملته ان انا ايه ظبطت بقى الحروف بتاعت القلب دي، يعني جيت هي طبعا كانت مدوره كده اهو، رحت جايه من هنا اهو ورحت قشطه كده اهو الحته دي وقشطت من هنا الحته التانيه، يعني شلت كده جزء كده وجزء كده بقى عامل زي الهرم كده تمام. ومن فوق بقى من الناحيه دي برضو رحت شايله كده وشايله كده اهو زي ما انتم شايفين اهو كده بالشكل ده. اديتني بقى القلب اهي، يعني اللي ما عندهاش قلب اللي هو القالب بتاع القلب بتروح عامله بقى كده زي ما انا عملت، مسنيه مدوره كده عادي وتروح رسمه بقى كده اهو باي حاجه. بصي يعني بالخله كده اهو، بالخله تحددي كده اهو تمام، كده اهو كده اهو كده اهو، وبعد كده تروحي قاطعه بقى بالايه بالسكينه اللي انت حددتيه. يعني الموضوع سهل جدا جدا ما فيهوش اي حاجه. كل الحكايه بقى دلوقتي ان انا ايه هغلفها بقى بالكريم جانتي بتاعي. بس بقى الكريم جانتي اللي باقي اهو هو ده هحط عليه بقى حبه من اللون الاحمر علشان اغطيها تبقى لونها بقى ايه، تبقى لونها احمر اهي كده اهو بالشكل ده. هقلبه بقى كويس وبعد كده نرجع نشوف هنزوقها ازاي. بصوا بقى انا كده اهو حطيت الكريم جانتي بتاعي، حطيته هنا اهو في الكيس بتاع الحلواني ده، وبعدين بقى ايه هنزل كده اهو هعمل كده 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 اهو بالشكل ده اهو. بصي اعملي بقى اي حاجة بقى تعجبك، يعني انتي بقى فنني اهو. يا رب يكون باين بس اهو. بصوا خلي اليوم حلو، اعملي من اعملي حاجه تسعدي نفسك، تسعدي بيتك، تسعدي جوزك، تسعدي ولادك. عيد الحب ده يعني حاجه حلوه برضو ان انتي تبقي ايه تعملي اللي انتي بتحبيه، تحسي حد بيقولك كل سنه وانتي طيبه. او بصوا بصوا انا عملت ايه، من لا شيء والله من لا شيء. هكمل انا بقى كله، بس لو انتوا واخدين بالكم ان انا محدده من جوه من هنا قلب كده صغنن، يعني بصوا هوريكو كده اهو. بصوا انا عملتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد بقى الجناب دي برضو هنزل بيها اهو كده اهو. بصي بالشكل ده كده اهو، هغطي بقى كل ده بالشكل ده واحدة واحدة لغاية الاخر داير داير، وبعد كده نشوف هنحط ايه هنا في النص هوريكم يبقى الشكل عامل ازاي ان شاء الله. بصوا بقى هو ده الشكل كده اهو بتاعها اللي انتوا شايفينه اهي. بصوا بقى هنا هحط ايه، هحط اللي هو الشوكولاتة الكريسبي دي عارفينها اهي، هاخدها كده اهو واحط هنا اهو كده، هعمل بقى الحتة دي كلها كده اهو تمام اهي. ايه رأيكم بقى؟ بصي من لا شيء، هي ما كلفتناش اي حاجة ولا 7 8 بيضات ولا اي حاجة، وكيكة خلاط عادية خالص وهشة وجميلة اهو. هظبط انا بقى كده اهو نرجع مع بعض. هي ايه رأيكم بقى كده اهو؟ بصوا
بصوا كل عيد حب وانتوا بألف خير، ويعود عليكم الأيام بألف خير، ونفضل كده في حب طول عمرنا، ونحب في بعض طول ما انتم مع جيجي بجد بجد، يعني مش هتخسروا أبدا أبدا أبدا، وهبهركم يعني هبهركم. بصوا بقى، أنا دلوقتي أنا حطيت هنا أهو زي ما احنا قلنا اللي هو الشيبس اللي هو الشوكولاتة الشيبس البيضة، حطيت هنا كريزاية كمان اهي برضو ظبطت معايا اللون. اللون على فكرة يعني لونه اغمق من كده، يعني هي اصلا عايزه اقول لكم ان هي اللون بتاعها جميل، يعني لونها تحفه، بس هي الكاميرا او الاضاءه مش مبينه اللون، اللون فظيع. وهنا بقى حطيت برضو من الشوكولاته الشيبسي دي، بس حطيت بقى كبيره كده من تحت مزيناها كده اهو، ودي واحده كريز زي ما احنا قلنا، ودي بقى كانت الكيكايه او التورتايه بتاعتنا النهارده بتاعت عيد الحب، ويا رب تكون عجبتكم وتكون ايامكم كلها حب وتكون سعاده وتكون هنا، وكل اللي في نفسه حاجه ان شاء الله يحققها باذن الله. والسلام عليكم في فيديو جديد من مطبخ زيزي على قد ايدي، ويا رب الحلقه فعلا تكون عجبتكم النهارده، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.